مثل ما بتعرف أنا من مدينة درعا، محافظة درعا، مدينة نوى. طبعا بلشت كرة القدم بالأحياء الشعبية مثل أي لاعب عادي. بسنة 1980 يعني اجيت على دمشق، انضميت لفريق شباب الجيش. بعد ما يعني ما اجيت على فريق الجيش بست شهور على الشباب، دعيت للمنتخب الوطني للشباب وشاركنا بطولات آسيوية، وكانت بطولتين، يعني بطولة دورة فلسطين بالمغرب وبطولة بطولة آسيوية كانت بنيبال بشرق آسيا. يعني فهدول البطولتين أول مشاركاتي مع منتخب الشباب، وبعدها مباشرة أنا انضميت للفريق الأول لفريق الجيش. شاركت مثل ما بتعرف كمان فريق الجيش كان هو عماد المنتخب الوطني، هو الممثل الشرعي للمنتخب الوطني سابقا يعني على دورنا. فبعد ما رجعت من التمثيل لمنتخب الشباب مباشرة دعيت لفريق الجيش الأول، وفريق الجيش طبعا هو اللي بيمثل المنتخب، وذهبت معهم للمغرب بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالمغرب اللي صارت بالمغرب بسنة يمكن بال 84 85 يعني.